الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية ثلاث غوايش ذهب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية ثلاث غوايش الذهب في المنام والله أعلم تكون بشرى وعلامة على زواج الفتاة العزباء بشكل عام والله أعلم. حلم المرأة أنها تشتري ثلاث غوايش ذهب في المنام والله أعلم تكون إشارة على النجاح في عملها خلال الفترة المقبلة والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الفتاة العزباء أنها قامت بشراء ثلاث غوايش من الذهب في المنام والله أعلم علامة على مؤهل دراسي عالي ستحصل عليه تلك الأيام والله أعلم. من يرى في المنام ثلاث غوايش ذهب في الحلم والله أعلم علامة على السعادة والرزق الواسع لهم خلال تلك الأيام والله أعلى وأعلم. رؤية المرأة ثلاث أسود في الحلم والله أعلم علامة على وجود أشخاص سيئين يحيطون بها يريدون لها الشر والله أعلم. إذا رأى الرجل في منامه أنه قتل ثلاث أسود في المنام والله أعلم علامة على الرزق الواسع الذي يحصل عليه الفترة المقبلة. رؤية ثلاث أسود في المنام والله أعلم تكون علامة على الاستقرار في الحياة الزوجية التي يتمتع بها تلك الفترة. من يرى في المنام ثلاث أسود بشكل عام والله أعلم دليل على التغيرات التي تحدث في حياته بشكل كبير تلك الفترة. من رأى في منامه ثلاث بطيخ في المنام والله أعلم علامة على وقوعه في مشكلة كبيرة خلال تلك الفترة. والله أعلم ثلاث بطيخات في المنام يكون دليل على معاناة صاحب الرؤية بشكل كبير تلك الأيام والله أعلى وأعلم. من يرى في منامه أنه يأكل ثلاث بطيخات والله أعلم علامة على التغيرات التي تحدث في حياته خلال تلك الأيام. من يرى في منامه ثلاث بطيخات وكان مريضا والله أعلم علامة على حاجته لتناول الدواء للتخلص من ذلك المرض الذي يعاني منه والله أعلم. رؤية المرأة الحامل ثلاث جنيهيات في المنام والله أعلم علامة وبشرى على إنجابها طفلا بار وصالح لها بشكل كبير تلك الأيام. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.